محمد عبد الغني مواليد 16 يوليو 1993 لاعب كرة قدم مصري يلعب حاليا لنادي الزمالك المصري بالدوري المصري الممتاز في مركز قلب الدفاع منذ يناير 2018. دخل قوائم المباريات في 58 لقاء مع الزمالك وصنع هدف وحيد ومعه 6 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء، شارك في 4699 دقيقة وتبلغ قيمته السوقية 300,000 يورو. معه من البطولات بطولتين كأس مصر وأخرى سوبر مصري وواحدة سوبر إفريقي وكونفدرالية إفريقية.